من اللحظة الأولى لهالحلقة أنا وعم بوعدكن إني رح خبركن أنا وين. لاحظتوا قدي الألوان مفعمة بالحياة، لاحظتوا قدي كل ركن وكل زاوية مفعمة بالأفكار، بالديزاين، بالفينيشينج، مفعمة بالأمور الرائعة. مش ممكن يكون عندكم فيلا أو قصر أو أي منزل رائع بتحبوا أن يكون مليان بالفخامة إلا ما تقصدوا ضيفنا بهاللحظات. مش ممكن أن تكونوا بتعشقوا المفروشات الأصيلة والصناعة اللبنانية إلا ما تكونوا عم تعشقوا الاسم يلي رح نحكي عنه. ومش ممكن تدخلوا لعندهم إلا ما تقولوا نعم إجابا وأعجابا بكل آيتم وبكل قطعة، من طريقة الديسبلاي إلى الليفلز إلى الممرات الفسيحة وإلى كل التفاصيل. عم نحكي عن بي دي هولدينج. اليوم بقدر أقول أنه هيدي الشركة منا بنت امبارح، 60 سنة من النجاح، مسيرة طويلة مضيت قصة نجاح. وبمناسبة حلول 60 سنة على هالشركة حبوا أصحابها أنه يعملوا إيفانت مختلف. شو كانت نوعية الإيفانت؟ لفتني الأمر لأنه عملوا إعادة لتصنيع كل المفروشات بالحقبة الماضية، كيف كانت من 60 سنة، كيف كانت الكراسي، كيف كانت الجرين الطاولات، كيف كان الموديلات، وعملوا إيفانت خصصوا له لقلو غرف معينة. كل المدعوين كانوا عن جد فرحانين بنوعية إيفانت مختلفة. مبروك لكم مرور 60 سنة. اليوم ضمن بي ديزاين اللي هي شركة من بي دي هولدينج بننتقل لحتى نتعرف على كل التفاصيل وعلى هالمسيرة. بدي ركز انه بالاضافة لكل الامور اللي رح نحكي عنها، بالاضافة لكل الاشياء اللي رح تشوفوها، ما تنسوا انه عندهم مجموعة هائلة من اللايتنج، مجموعة ملفتة من الثريات، ومجموعة ابر رائعة من الاكسسوارز. مور ديتيلز بهالريبورتاج، بليز كونوا معنا. مشاهدينا اليوم وبكل فخر رح نكون عم نضوي على اسم قد يكون الاسم الابرز بمجال تصنيع المفروشات والثريات. عم بحكي عن بطل ديزاين هولدينج. اليوم هالشركة المعروفة مؤخرا ببي دي هولدينج عندها او بتتضمن 4 شركات، وكل شركة منهم إلى مستويها وإلى كل المميزات الخاصة فيها وطبعا إلى الاحتراف الخاص فيها. عم بحكي عن شركات معروفة تحت الأسماء التالية: بي أوفيس، دايز، بي ديزاين، وانتر كازا. لما منقول بي أوفيس منحكي مفروشات المكاتب، وطبعا رح يكون لنا لقاء خاص عن هيدي الشركة. اما لما منقول دايز بنعني انه عنا لوكيشن بيتضمن مجموعه من الانترناشنال براندز يلي معروفه حول العالم بمجال وبعالم المفروشات. عن الدايز كل عشاء المودرن فرنتشرز رح يكونوا عن جد عم بلاقوا طلبهم وعم بلاقوا عشقهم، لانه كل قطعه بتحكي عن حالها وبتحكي عصر وبتحكي موضه وبتحكي فينيشنج، ودايما منروح على هاي كواليتي ولكن باسعار مقبوله مدروسه افوردبل وبمتناول الجميع لحتى يكون بيتك عصري ورائع. دايز موجوده بمنطقه كورنيش المزرعه وايضا بمنطقه جوني، وبدي اقول انه كل الشركات اللي اليوم رح نحكي عنهم بتوزعوا بين لبنان وبين المملكه العربيه السعوديه مثل جده، رياض وخبر. برجع للبنان لحتى احكي عن بي ديزاينر.
بديزاين الموقع مختلف، الرفاهية والفخامة تحملنا مع كل ستاب، اللاكجوري موجودة من اللايتنج للديكوريشن لفريق عمل محترف بيساعد أي كاستمر بيدخل لعندهم. إذا أنا ما بدي أحكي عن بديزاين الكاميرا بتحكي عني، إذا أنا ما بدي أحكي عن هاللوكيشن يلي قد يكون من أهم الجاليريز بالشرق، أنتوا أيضا إذا زرتون بتأكدوا على كل كلمة. كل الزوار من لبنان ومن الدول العربية لما بيفوتوا لعند بي ديزاين مع الطوابق الأربعة رح يكون عندكم إبهار، رح يكون عندكم الدهشة الإيجابية لكل آيتم ولكل كورنر، من ناحية الكواليتي، من ناحية الألوان، من ناحية اللاين وكل الأمور يلي بتقلك نعم هيك بيكون القصر الفخم، نعم هيك منفرش فيلا أو هيك منفرش أي منزل عنده القدر العالي من الجمال. بدي أقول أنه عن بي ديزاين عندهم imported brands وعندهم أيضا إشياء local مصنعة بكل فخر، صناعة لبنانية. قبل ما أدخل على صناعتنا اللبنانية خليني أخبركم عن البراندز الموجودة عند بي ديزاين بعد لحظات. بحيالة مكان وبحيالة طابق اللاكجوري بطحيت بكل الزوار متابعين عند البي ديزاين ومتابعين لحتى نخبركن عن البراندز المتوفرة عندهم. هن وكلاء حصريين لبراند إيطالية بامتياز وهي مونبيل، وهي لتجهيزات كل الفنادق وكل المطاعم وكل ما يتعلق بموضوع الكراسي بطريقة مبتكرة نتعرف عليها عند البي ديزاين. أما الماركة الثانية أو البراند الثاني يلي منفتخر فيها وقريبا رح يكون عنا very soon رح يكون عنا شوروم خاصة فيهم وخاصة بالبراند تحديدا بمنطقة الداونتاون ببيروت. ليه رح يكون عندهم فرع خاص بهالاسم؟ لأنه صار في إقبال على شراء هيدا البراند، وهالإقبال ما إجا من لا شيء، إجا من الجودة وإجا من الجمال الرائع وإجا من الألوان وإجا من الاحتراف. عم بحكي عن The Italian Brand الأشهر بالعالم، عم بحكي عن MHC. MHC ترقبوها ببيروت، وايضا رح يكون عندنا فروع جديده للبي ديزاين بمنطقه البقاع. بنقول لهم عن جد يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله هالاسم بينتشر الى كل بلدان العالم لانه يستحقون. اما هلا لما بدي احكي صناعه لبنانيه لازم افتخر، لما بدي اقول الصناعه اللبنانيه بتوازي الشروط العالميه لازم تكون الكلمه مش حبر على ورق. نعم لألون ونعم لمصنع منه مثل العادة، نعم لمصنع رح يكون إلنا لقاء إذا الله بريد لتصوير مصنع مختلف على مستوى الشرق الأوسط تحت اسم انتركازا. انتركازا أكيد بيصنع كل المفروشات اللي هي لوكل الموجودة عند بي ديزاين، وأيضا قادر يستلم بروجكت from A to Z كل ما يتعلق بالأعمال الخشبية أو الوودورك. قادرين ناخد مشاريع كبرى بلبنان والعالم لأنه البرودكشن هالقد عالية، بنقدر نعمل أوردرز بكميات كبيرة، وطبعا الفينيشنج عم بيكون مطلوب من كبار المشاريع. مشان هيك منقول لإنتركازا شابو لألكن، استمروا كوراج لأنه أنتو من الناس اللي منقول عنهم هيدول هني فخر لبنان وفخر الصناعة. كتير أمور رائعة بتشوفوها بقلب هاللوكيشن، كتير أمور ملفتة، الكلام يطول والحديث يطول والكاميرا تتكلم. زيارة واحدة وتعرفوا على كل الأرقام من خلال البانر يلي عم يمرق بأسفل الشاشة. نعم لألون ونعم لألكن، وشكرا للمتابعة وشكرا لبي ديزاينر.